خلونا نستعرض أهم الأخبار اللي كانت موجودة معانا على مدار اليوم. هنبدأ من تركيا تحديدا، توتر العلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي. الحقيقة وكالة بلومبرج الأمريكية رجحت تراجع العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي عندما يعلن وزراء خارجية الاتحاد تعليق معظم الاتصالات رفيعة المستوى مع أنقرة مع خفض تدفقات الأموال إليها، وأن الاتحاد الأوروبي بصدد تخفيض المساعدات المالية تجميد المفاوضات بشأن اتفاق الطيران وفرض عقوبات على الشركات العاملة في استكشاف الطاقة قبالة ساحل قبرص في البحر المتوسط في ضوء عمليات الحفر المتواصلة والمثيرة للجدل من جانب تركيا. أكدت وكالة بلومبرج أنه دبلوماسيين أوروبيين وافقوا على صياغة مشروع قرار من المقرر أنه يتم اعتماده رسميا من قبل وزراء خارجية الاتحاد. مسودة القرار تضمنت أيضا وقف الاجتماعات الوزارية المقررة وخفض المساعدات ودعوة بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة الإقراض المدعوم سياديا لصالح تركيا. معنا على الهاتف الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي بالجامعة البريطانية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. إذن يعني ما تقول وكالة بلومبرج أنه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أصبحت متوترة للغاية نتيجة يعني تنقيب تركيا غير المشروع عن الغاز قبالة السواحل القبرصية المياه الخالصة لقبرص، يعني عدة نقاط تضمنها هذا الخبر يعني خاصة بالإقراض لتركيا وأيضا يعني مشاكل فيما يتعلق بحركة الطيران بين تركيا وأوروبا. ما رأيك في سير العلاقة الأوروبية التركية؟ وهي العلاقة الأوروبية التركية وخاصة العلاقة الأوروبية مع النظام التركي، أنا شايف إن هي في سبيلها للإحتلال أكتر، يعني كل ما بيمر وقت أكتر كل ما بتنقطع الاتصالات الأوروبية مع تركيا، وده نتيجة التصرفات اللي بيقوم بيها النظام التركي. ما فيش أي داعي بالنسبة له إن هو يقوم بالتنقيب في الحدود القبرصية، فده في يعني عداء من تركيا تجاه الدولة المحيطة بيها وتجاه المجتمع الدولي ككل، مش تجاه الاتحاد الأوروبي فقط. وأنا بشوف إن الخطوات اللي بيتخذها الاتحاد الأوروبي ضد تركيا هي خطوات متأخرة، كان المفروض إن هي تاخدها من فترة قبل كده كمان، لأن يعني العالم كله النهارده شاهد على الجرائم اللي بترتكب من الارهابيين اللي لازالت تركيا بتتعاون معاهم. ايوه. فكان المفروض من مده فاتت يكون في عقوبات بتتخذ ضد تركيا، ولكن العقوبات دي اتاخرت. ولكن انا شايف ان النهارده لما مؤسسه فيتش العالميه تخفض التصنيف الائتماني لتركيا، لما بلومبرج تطلع تقول ان في عقوبات امريكيه خلاص في الطريق ان هي هتفرض على تركيا، كل ده بيقول ان النظام التركي النهارده في نهايه الطريق، هو لن يتراجع عن سياسته العدائيه اللي بيتخذها مع الدول المحيطه بيه او دعمه للارهاب، وده كله بيصب في انه بيؤدي الى تهالك الاقتصاد التركي. بالفعل هو الاقتصاد التركي بدأ يعاني الان. المعاناه بيمروا بيها بقالهم اكثر من سنه، ولكن كانوا قادرين ان هم يصمدوا قدام المعاناه دي، لكن النهارده الفرد المواطن التركي هو اكثر واحد بيتاثر. في توقعات حقيقيه ان انخفاض الليره التركيه. ايوه. فده كله بيقول النهارده ان طريق الغلط السياسي اللي هم مروا بيه طول السنوات اللي فاتت ادى الى نتيجه اللي هم وصلوا لها النهارده. وانا شايف ان في تحرك لازم الشعب التركي هيقوم بيه، مش هيسكت على النظام الحاكم في تركيا اكثر من كده، لان بسبب السياسات الغلط دي الاقتصاد التركي بينهار، المواطن الدخل متوسط الدخل بتاعه قل، العملة التركية بتقل، فالمواطن مش هيسمح لهم، مش هيسمح للحكومة دي انها تؤدي بتركيا. طيب. في النهاية علاقتها نعم. كلها تتقطع بالدول. يعني دكتور احمد، يعني حضرتك قلت انه يعني هذه العقوبات المزمعة ما زالت من قبل الاتحاد الاوروبي تجاه تركيا، حضرتك يعني ذكرت انها يمكن تأخرت بعض الشيء، يعني كلنا نعلم انه العلاقة بين تركيا والاتحاد الاوروبي هي علاقة يعني ابتزازية من الجانب التركي، تلوح تركيا مرارا وتكرارا بانها سوف تسمح بتدفق اللاجئين الى دول الاتحاد، ومن هنا دائما ما يخشى الاتحاد هذا ويعرض على تركيا صفقات، ولكن يمكن مل وسائم الاتحاد الأوروبي من هذه التهديدات وقرر أخيرا معاقبة تركيا على تنقيبها غير المشروع في المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص. وده عمل عدائي، يعني هو ده تصنيفه وإن ده من أعمال الحرب. يعني حضرتك لو رجعنا للقانون الدولي وأحكام القانون الدولي
تدخل دولة في المياه الإقليمية لدولة أخرى ده عمل عداء، ده دي عمل دي عملية حرب، ده أي. راجل يعني بيمارس طقوس الحرب تجاه دولة جارة ليه، فالمفروض إن المجتمع الدولي يكون أسرع من كده ويبقى فيه خطوات حقيقية ضد الاعتداء على حقوق قبرص، ولكن هم كانوا متباطئين في اتخاذ الخطوات دي، والمفروض إن يعني في تصوري إن في خلال أيام ويمكن ساعات هتكون في عقوبات واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا وتجاه الاقتصاد التركي، وهتبقى فيه حظر للتعامل مع المؤسسات المالية التركية وحظر للتعامل مع الشركات التركية، ولكن بتصوري ان ده مش هيؤدي ان النظام الحاكم في تركيا يغير من سياسته، لانه خلاص هو عنده نوع من انواع العن اللي هيؤدي بيه ان الشعب بتاعه هيخرج عليه، الشعب التركي لن يسمح باستمرار الوضع على الوضع الحالي، وخاصة مع انهيار للعملة، انهيار للاقتصاد، ارتفاع معدلات التضخم لنسبة فوق 25%، في حاجات في مشاكل حقيقية النهاردة على أرض الواقع مش هتمر، يعني مش مسموح إن هي تمر، ومفيش شعب هيقبل إن الوضع ده يحصل. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل للموقف التركي من الاتحاد الأوروبي، دكتور أحمد سعيد خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي بالجامعة البريطانية.